عون يتسلم المقترح الأمريكي للترسيم. خليفة ما يحدث خيانة عظمى. سعيد للشفافية في الترسيم مع إسرائيل. والبنك الدولي يدعم أوكرانيا بضمانة بريطانية. أهلا بكم. هوكستين لم يحضر، بل حضرت ملاكه دوروثي شاي إلى قصر بعبدة حاملة للرئيس ميشيل عون بشرى الرد الإسرائيلي الأمريكي الذي طال انتظاره بشأن ترسيم الحدود الجنوبية. إذن وفي المعلومات أن المقترح الأمريكي يتضمن فصلا تاما بين الترسيم البحري والبري. عون اتصل ببري وميقاتي وقيادة الجيش للتشاور في عرض هوكستين وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن، ما أشعل المواقف المحذرة من خطوات غير دستورية يقدم عليها كبار المسؤولين معرضين أنفسهم للمحاسبة. الخبير في شؤون الحدود وأستاذ التاريخ الدكتور عصام خليفة رأى في حديث لصوت لبنان أن ما يجري سابقة تاريخية يستحق فاعلها المحاكمة. المنظومة الفاسدة اللي مستلمة الأمور عم تعمل كل شيء تتخبي عن الناس، عمل إجرامي عم تقوم فيه بالتخلي عن ثروتنا البحرية. هلا عم بسمع إنه قال جات السفيرة الأمريكية لعند رئيس الجمهورية وخبرته انه الفصل بين الحدود البحرية والبرية شو عم يعملوا كله مناقض للقانون الدولي. اول شيء هاو الرؤساء اللي عاملين حال الرؤساء على الوطن عملوا جريمة بحق الوطن وخيانة عظمى، لانه الخط 23 ما بينطلق من رأس النقورة، بينطلق من 30 متر شمال رأس النقورة، ولبنان الدولة الوحيدة بالعالم اللي عم تعمل حدود المنطقة الاقتصادية من خارج حدود البرية. وأصلاً إن كان باتفاق الإطار لرئيس بري يلي حكي على الخط الأزرق، الخط الأزرق 30 متر شمال رأس النقورة، وبده يعمل ترسيم البر والبحر. رئيس بري كخي البر معمول بعد اتفاق الهدنة 23 أدار 49، إسرائيل ولبنان عملوا اتفاق ترسيم حدود بين 5 و15 كانوا الأول، وقعوا الخريطة والاتفاق. والخريطة مثل ما حكينا كذا مرة بإسرائيل معمولة، وفريد لندر كابيتان وقع من إسرائيل، وودك صار بعدين أستاذ جيولوجيا بالجامعة العبرية، واسكندر غانم الكابيتان على لبنان يلي صار بعدين إيدي جايس. هي شو بدكم تحركوا بكرة بابير؟ الحدود البرية معمولة ونحن رأس النقورة بكل الاتفاقيات الدولية. اتفاق باريس سنة 26 كان الأول، سنة 20 اتفاق بولينو كومب 7 أدار سنة 23، اتفاق بون فوزيناج حسن الجوار 26، بال49 رأس النقورة بلبنان بالمادة الخامسة الفقرة الأولى من اتفاق الهدنة. وعم ينسوا المسؤولين، وأنا بذكرهم إنه اتفاق الهدنة جزء من اتفاق الطائف، بنص عليه اتفاق الطائف. فتخلينا عن مضمون اتفاق الهدنه ونقطه الحدود راس النقوره مخالفه للطائف ومخالفه للدستور، ونحن رح نبعث لهم انذار للرؤساء واللي عم يشد عم شدهم من المستشارين من خدمه السفارات والاناصل مثل ابو صعب وملف لفه. بدنا نحيلهم عن اول شيء بيتراجعوا عن موقفهم، بيبعثوا تعديل للامم المتحده للمرسوم 6433 وبيعزوا الحدود اللبنانية والمصالح اللبنانية. الجيش اللبناني حسب القانون وعده يلي مكلف بترسيم الحدود، الجيش كلمته الخط 29 بكريش هذا خطنا، وكل خط آخر خياني لمصالح لبنان.
ونحن رح نقدم للقضاء ملف كامل عن تراجعاتهم، مش بس إذا إسرائيل 1430 كيلومتر مربع خسرانينا، كمان مع أبرز الشباب تراجعوا ليش ما يعملوا خط يتناسب مع طول الحدود البحرية، أبرز 103، لبنان 182، قاموا الشباب عطيوها نص بنص. وزارة الخارجية وقت عملت احتجاج ومطالعة ما أخذوا فيها وزارة الأشغال والمسؤولين والرئيس مئاتي، ما خلى تقرير تبع يو كي اتش او يطرح على مجلس الوزراء. بقى شو عم يحكوا هلا ما بعرف، كلها قضايا سرية فكرني مرقوا على الشعب. الشعب بده يحكمهم واحد ورا الثاني، وراح تجي أيام كل واحد منهم بده ياخذ نصيبه من المحاكمة. النائب السابق فارس سعيد دعا عبر اليوم السابع إلى اعتماد الشفافية في مقاربة مفاوضات الترسيم البحري مع إسرائيل. المطالب بأن هذا الترسيم، هذا الاتفاق، أن يأتي إلى مجلس النواب وأن يتم مناقشته من قبل النواب الكرام اللي هن بيمثلوا 4 مليون لبناني، 128 موجودين بمجلس النواب. أنا عم طلبهم أنهم يجيبوا الاتفاق على مجلس النواب، يطرحوا ويناقشوا، يشوفوا شو هي أبعاده، لأنه مهم أنه نحن كلبنانيين نطلع من بعد 70 سنة صراع بيننا وبين إسرائيل، ومن بعد ما كان في حدا عم يعترف حتى بالكيان الإسرائيلي، هلا أصبحنا كجمهورية لبنانية بسحر ساحر عم نوقع على معاهدة جغرافية اقتصادية سياسية لتبريد الأجواء بيننا وبين الإسرائيليين. إلنا حق كلبنانيين نعرف وين صرنا، بعده إسرائيل عدو أو لا، هل بدنا نستخرج نحن وياها غاز، هل رح نسمح لها من جهتنا نحن أنه هي تستخرج غاز. يعني هذا الموضوع ما لازم يكون فقط محصور بالفريق المفاوض الأساسي يلي عم بيعلن بأنه هو عم بيفاوض عبر المسيرات اللي اسمه حزب الله، وواجهة اسمها الجمهورية اللبنانية بتمر عبر المفاوضات حتى تاخد طابع رسمي. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وجوب انتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين الأول يعيد الثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي والعربي، مضيفا أرفض فرضية الفراغ وسيكون هناك أحسن رئيس. النائب هادي أبو الحسن أكد لليوم السابع من صوت لبنان المضي بدعم المرشح ميشيل معوض لرئاسة الجمهورية مع توسيع حلقة التوافق عليه بدءا بالكتل التي نتقاسم معها الموقف الوطني الواحد. تركيبة المجلس النيابي الحالي لا تسمح لأي فريق بأن يحوز على 86 صوت، وأشك أن يكون هناك فريق يستطيع أن يصل إلى أكثر من 65 صوت. سنحاول إقناع شركائنا في الوطن بأن الأستاذ ميشيل معوض يحوز على 3 صوت. نبدأ من الحلقة القريبة، يعني ما يسمى بنواب التغيير وبعض النواب المستقلين، فلنوسع الحلقة علنا نصل إلى كتلة وازنة مقبولة، هي المرحلة الثانية، وخلينا نتحاور مع شركائنا في الوطن لما نحاول نأمن إجماع عليه. نحن والأستاذ ميشيل معوض نحن متفقين على كل الخطوات اللي عم نقوم فيها، ونحن والأستاذ ميشيل معوض بنقرر المرحلة الثانية. نحن بالماضي انتقدنا تعطيل المجلس النيابي، ولكن لحظة اللي بدي أشوف أنه كقوة سياسية أو كفريق أنه هناك من يرغب بأن يمدد الأزمة الحالية 6 سنوات أخرى، ويكون الموقف أن نمنع هذا الأمر بجلسة، هذا الموضوع يطرح في حينه، ولكن نحن لا نحبب عملية تطهير النصار. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنه من المهم أن ينتخب لبنان رئيسا جديدا للبلاد قبل 31 تشرين الأول، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يتعين أن يكون القادة اللبنانيون على مستوى الحدث، الأمر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الأزمة. أكد النائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لا مجال لأن يصل إلى رئاسة الجمهورية شخص استفزازي من صنع السفارات، داعيا إلى التوافق من أجل أن نأتي برئيس على مستوى المرحلة، واعتبر أنه يمكن أن يكون هناك إصلاح، مشددا على أن معالجة الفساد تبدأ بالمحاسبة
وهذا يتطلب قضاء نزيها، والقضاء يتطلب نفضة كاملة. وحمل على أمريكا التي اتهمها بالمساعدة على المزيد من الانهيار. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل: رفع تعرفة الكهرباء. الخبير الاقتصادي الدكتور نيكولا شيخاني حدد تداعيات القرار المرتقب لرفع سعر الصرف الرسمي، منتقدا الموازنة بتوقيتها ومضمونها. انه اليوم بس عم بيقولوا كوزمتيك، انه عملنا موازنة صرفنا نحن اوريدي، بدنا نظبطهم هون، بدنا الكيتوس تبع البرلمان انه صوتوا عليها ومشونا اياها، لانه صندوق النقد بده اياها. في اكيد المعايير العالمية لازم ما تتخطاها الموازنة، مثل الجولدن رولز بأوروبا. شو يعني الموازنة؟ لازم تكون سلبية أكثر من 3%. أكبر خطأ بتاريخ لبنان، عمول تعسر على اليورو بوند، مش مزبوط. صار دولة ما بتتعسر على دينا السيادة البالدولار كمان. الإعلان عن قرار الحكومة برفع تعرفة الكهرباء يفتح سلسلة من الأسئلة عن ضمانات الزيادة بالتغذية. مع العتمة المتواصلة لا يختلف اثنان على أن قطاع الكهرباء في لبنان نكبة البلد الدائمة، بعدما بلغ العجز التراكمي نحو 40 مليار دولار، ومتوسط تحويلات سلوفات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان 3.8% من الدخل القومي خلال العقد الماضي، وهو ما يعادل نصف العجز المالي تقريباً. بعد ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل مقابل الإيرادات المنخفضة. وفي ضوء التعرفة التي لم تتغير منذ العام 1994 والتي لا تعكس الكلفة، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنه سيتم رفعها. رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني وصف عبر صوت لبنان الخطوة بالسليمة. رفع التعرفة هي خطوة سليمة وصحيحة ولازم تصير، وتأخرت، كان لازم تصير من زمان، من أكثر من 20 سنة، ومنيح اللي عم بتصير هلأ، لأنه كهرباء لبنان ما عم تقدر تولد كهرباء مع ثمن فيول، يعني الفواتير اللي بتشبيها ما بتكفيها لتشتري الفيول لتشغل المعامل اللي عنا. وبالتالي رفع التعرفة بيسمح لها تزيد مداخيلها بشكل تقدر تشتري فيول لتشغل هالمعامل اللي عنا. نحن مشكلتنا بلبنان هي مشكلة نقص محروقات، مش مشكلة انه ما عنا معامل مثل ما بيجربوا يصوروها اوقات. مشان هيك هي الخطوة هي خطوة بالاتجاه الصحيح. الحديث عن زيادة تعرفة الكهرباء قد يكون ضروريا، ولكن يجب ان لا يكون هروبا من المعالجات الجذرية والإصلاحات. رغم أنه هي الخطوة عم بتروح بالاتجاه الصحيح، إلا أن لوحدة ما بتكفي، لأنه طالما نحن عنا احتكار لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، كلفة إنتاج الكهرباء رح تكون عالية، وبالتالي قد ما يعلو السعر ما رح يغطي كلفة الإنتاج، ورح تضل كهرباء لبنان تخسر. مشان هيك يجب تفكيك احتكار كهرباء لبنان وفتح هذا القطاع للمنافسة. وإحدى الحلول الهينة تنعمل أنه نسمح للبلديات ترخص طاقة شمسية. يعني أنا اليوم إذا حدا بده يعمل سولار فارم بضيعته، عنده شقفة أرض ويبيع لأهالي الضيعة، مشروع تجاري، مش عم بيركب لنفسه، عم بيركب ليبيع، ليش الدولة بدها تمنعه يعمل مشروع سولار؟ هيدا الشيء بيقدر يعطي كهرباء، عدد ساعات كهرباء 10-12-17 ساعة كهرباء بالصيفية، وبيخفف من وطئة الأزمة على الكل. وبالتالي رفع التعرفة وحده لا يكفي، يجب تفكيك احتكار كهرباء لبنان بالتوازي. في مهب الأزمات والعتمة الشاملة، هل تزيد إيرادات التعرفة الإضافية ساعات النور أم الهدر؟ مجد لنعيد، صوت لبنان. العام الدراسي في المدارس الرسمية سينطلق على الرغم من كل التحديات. تراز الخوري والتفاصيل. قرار وزير التربية ببدء العام الدراسي في المدارس الرسمية وضع الأساتذة بين المطرقة والسندان. ماذا تقول رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين عبر صوت لبنان؟ قررنا كلجنة فاعلة العودة إلى التعليم وانطلاق العام الدراسي من صباح التنين 23 أول. قرارنا ما إجا لأنه أخذنا حقوقنا من وزارة التربية، بالعكس نحن لحد اليوم حقوقنا عن العام الماضي اتخذ منا جزء، وجزء بعض وعود. ولما سأل وزير التربية قيل انه ما في مصاري،
فاليوم تآمرت الروابط مع الوزير للعودة إلى التعليم بإغراء الأساتذة بمبلغ 130 دولار، ونحن عن العام الماضي بعدنا لليوم عم ننازع لنقبضه. على الرغم من كل التحديات قرر الأساتذة المتعاقدون العودة إلى التعليم وتعليق الإضراب. نسرين شاهين أيضا: فللأسف بعد تآمر الروابط مع الوزير قررنا نحن قلب الطاولة اليوم ونقول نحن رح نرجع للعام الدراسي ورح نكون يوم التنين بالمدارس ورح نشوف كيف نحن خلال أيام وأسابيع إذا حفيهم يصمدوا أمام وعود وزير إذا رح يوفي فيها. فانطلاقا من هيك ندعي الجميع والأهالي والطلاب لحتى يكون انطلاقة عام متعافي إن شاء الله، ونحن واجبنا نحن يعني ندعم المدرسة الرسمية ورح نكون بهذا الواجب، وأيضا واجبنا نحافظ على حقوق الأساتذة ليقدروا هم يستمروا ويكون عندهم الأمان النفسي لحتى يفوتوا مع طلابهم ويقدروا يكملوا العام الدراسي بأبسط الحقوق. أسئلة كثيرة وتحديات جمة أمام الطلاب والأساتذة في التعليم الرسمي يجعل العام الدراسي في خطر، وكما يقول الأساتذة المتعاقدون إن وعود الوزير ستضعه على المحك. تراز الخوري، صوت لبنان. في السعديات تعرض منزل المختار رفعة الأسعد ليلا لإطلاق نار وإلقاء قنبلة، كذلك أطلقت قذيفة صاروخية من طراز بي 7 على قهوة صخر تحت جسر السعديات ما أدى إلى احتراقها. وأثارت هذه الأحداث الأمنية ردودا شاجبة ومستنكرة، ووضعت الجماعة الإسلامية ما جرى في إطار العمل المشبوه الذي يريد إشعال فتنة في المنطقة، مطالبة القوى الأمنية والقضائية بملاحقة الفاعلين وكشفهم. أحبطت شعبة المعلومات عملية تهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا وأوقفت 3 لبنانيين متورطين بعدما نفذت مكمنا محكما في محلة العريضة، وضبطت كمية من المازوت معبأة في جالونات ومجهزة ليتم وضعها على متن المركب مع كميات من المواد الغذائية، وذلك على شاطئ البحر في محلة الشيخ زيناد. نشرت اليازا فيديو على تويتر وثقت فيه حصول عملية خطف في بلدة تعلباية البقاعية، عندما أقدم عدد من الشبان مجهولي الهوية يستقلون سيارة من نوع GMC داكنة الزجاج لا تحمل لوحات صباح اليوم على خطف مراهق يبلغ 13 عاما. في اليرزي عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون مع قائد القوات المسلحة الفرنسية العلاقة بين الجيشين، وتأتي محادثات القائد العسكري الفرنسي في إطار زيارة رسمية سيتفقد في خلالها القوات الفرنسية العاملة في اليونيفيل. البطريرك الراعي يفتتح وادي الأحاسيس في قرية بدر حسون البيئية. برعاية وحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تم في قرية بدر حسون البيئية وضع حجر الأساس لوادي الأحاسيس، والذي سيشمل أنواع مختلفة من الزهور والتي تتيح للزائر التمتع برائحتها التي تعكس طاقة إيجابية في النفس. البطريرك الراعي شارك خلال جولة في القرية بطبخة صابونة خاصة تتألف من نباتات وأعشاب تم قطفها من وادي قنوبين المقدس، وسيتم توزيعها على ضيوف المقر الصيفي في الديمان. وبعد جولة انضم إليها وزير الاقتصاد أمين سلام، كانت كلمة لمدير القرية الدكتور بدر حسون، والذي أكد على أهمية صناعة الصابون في مدينة طرابلس ومن ثم وصولها للعالمية. البطريرك الراعي شكر لآل حسون الدعوة الكريمة، مبديا الإعجاب بهذه القرية التي تفوح منها رائحة لبنان العطرة والتي ترفع اسمه عاليا بالرغم من كل الظروف التي نخجل منها. الحلو هذا لبنان العطر، هذا لبنان الجميل، وعم بتحببوا العالم بهذا الوطن. بدي أقولكم أنا من كل قلبي مع كل الجمهور معنا، وخاصة معالي وزير الاقتصاد أمين سلام، على الأكيد وجودك هون حتى نحن نقول إداي نحن ممنونين لهيدي الخدمة عم بقوموا فيها على لمجتمعنا اللبناني بهالعالم. ولكن دعانا إنه لبنان يطلع من هالمرحلة هاللي كلنا منخجل منها، لأنه مش هيدا لبنان. لبنان الحقيقي هو لبنان العطاء، لبنان العطر الجميل، لبنان الخلاق، لبنان المعطاء. والبرهان إنه كل اللبنانيين هاللي بيروحوا لبرا بحلقوا
ليه بلبنان ما بكونوا محلقين؟ نحن نتأمل إنه هاللقاء الليلي وعندكم خان الصابون يكون هيدا دعوة ومنطلق حتى اللبنانيين شو يستعيدوا فعلا رسالتهم الكبيرة بهالعالم. ربنا عاطي اللبناني فكر خلاق. نتمنى إنه الدولة وهلأ عم تستعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكون في عنا حكومة جديدة وكان عنا وجوه جديدة حتى يجعل لبنان يستعيد جماله وصيته بهالعالم. لما عندنا ناس من حضمة حضرتكم دكتور بدر ما في خوف فينا نكون مرتاحين البال. بنمرق بصعوبة نعم، نمرق بغيوم سودة نعم، بس لبنان الحقيقي هو لبنان العطاء، لبنان العطور، لبنان الجمال. في الختام قدم حسون هدية قيمة للبطريرك الراعي متمنيا عليه دعم هذه الصناعة التي كانت مدينة طرابلس تشتهر بها قبل الحرب الأهلية، فهل سيعود لها الدور البارز في المستقبل؟ من الشمال روعة رفاعي، صوت لبنان. نتابع النشر بعد قليل. وفيها تظاهرات في بغداد ومواجهات مع الأمن. أعلن البنك الدولي أنه سيقدم 530 مليون دولار إضافية لدعم أوكرانيا لتمكينها من تلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الحرب الروسية، وأشار إلى أن هذا الدعم الذي سيقدم بشكل قرض جديد عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير منح بضمانة من بريطانيا بقيمة 500 مليون دولار ومن الدنمارك بمبلغ 30 مليون دولار. أحيا العراقيون ذكرى احتجاجات تشرين وتوافدوا إلى الساحات في بغداد وسط إجراءات أمنية اتخذتها القوى الأمنية العراقية، وجرت مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن التي تصدت لمحاولتهم اجتياز جسر الجمهورية وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. انهار مبنى في منطقة الكرادة في بغداد ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، وتتواصل عمليات الإنقاذ حيث أشارت الأنباء إلى وجود ثلاثة محاصرين تحت الأنقاض. فيما أكدت شركة غازبروم الروسية الاستمرار بشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وبما يعادل 41.7 مليون متر مكعب، أعلن الاتحاد الأوروبي أن افتتاح خط الغاز الجديد بين اليونان وبلغاريا سيقوي موارد الطاقة للقارة. وأوضح رئيس وزراء اليونان أن خط الغاز الجديد سيكون له آثار إيجابية على دول المنطقة كافة. أخبار الرياضة مع رومان طنوس. بداية أخبارنا الرياضية بإحراز نادي الحكمة لقب دور الدوحة أفنيو الدولية الودية بعد فوزه بالنهائي على نادي الرياضي بنتيجة 77-75. أما ببطولة لبنان لكرة القدم الدرجة أولى حقق الأنصار الفوز على حساب شباب الغازية بنتيجة 2-1 على ملعب حمدون. إلى ذلك وبكأس آسيا لكرة الصاليت 2022 بالكويت خسر منتخب السعودية أمام فيتنام بنتيجة 3-1، كما فاز منتخب اليابان على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 6-0. ومننتقل لبطولة كوريا المفتوحة للتنس، خسر كاسبر رود أمام الياباني توشيهيتو نيشيوكا بنتيجة 2-1، 6-2، 3-6 و6-2. وبأخبارنا أيضا وضمن الدور نصف نهائي من بطولة كأس العالم لكرة السلة سيدات حقق منتخب الصين الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 61-59 بحضور أكثر من 11,000 مشجع بالملعب، وضرب منتخب سيدات الصين موعد مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالنهائي. من الرياضة إلى نشرة الأحوال الجوية.
الجو اليوم مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة يلي بتسجل 30 أقصاها. الرياح غربية جنوبية بسرعة بتتراوح من 10 ل 15 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة 55%. بكرة الأحد الحرارة بتتراوح بين 27 و 30 درجة والجو مشمس بأغلب الأحيان. تنين وثلاثة الحرارة بين 24 و 29 درجة، أما الأربعاء فبتتراوح درجات الحرارة بين 24 و 28 درجة. النشرة انتهت. تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.